دي جي ابو عبير ريماكس. كانت حاجات بسيطه يا استاذ منى. انت بتقلق لما بتيجي، انت بتعرف تقول انماط مختلفه من الناس، يعني انت مره غيرت طريقه كلامك. يعني انا بحب اللعبه دي بصراحه، لانه انا عشان حنجرتي بالنسبه لي شيء مهم، فبحب العب بيها. يعني في بين السرايات مثلا، وبين السرايات والعهد كانوا في نفس السنه، بين السرايات كنت بتكلم كده بقول لها ازيك يا ابتسام عامله ايه، والله العظيم انا بحبك جدا يا ابتسام، وكان صوت عامل كده ماشي. الناحيه الثانيه ابي كان بيتكلم كده جدا وبيقول لها كذا 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 عشان ما تعمليش كذا كذا. مثلا علي في كانه امبارح كان يعني براحتك، يعني شوف انت لينا انت عايزه ايه وقولي لي ومش عارف ايه، يعني عنده حته كده مخنفه سيك. بنات ثانوي مثلا كنت بتكلم كده وفي حته شبح كده وبتاع. تعرف تغني لنا بالطريقه الشبح دي يا محمد؟ طبعا. يا لهوي، دي هاتي اي اغنيه كده واعملها لي باداء الشبح. ماشي بس بشبح، يعني شبح فاهمه. فكرني بس شوفوا استاذ منى عايزين اغني ازاي وانا معاك. مالك يا صاحبي احكي لي. لا بس عايزين اغنيه برضو في الشياكه، فاهم معايا ازاي؟ اغنيه في الشياكه. حاجه مستخبيه فين؟ اقول لك والله ايه؟ عيونك شايفها وحاسس ان انا عارفها، سيبيني براحتي اوصفها مكسوفه ليه؟ بقالك عمري ويايا بنفس الصوره جوايا من قد ايه؟ سنين شايفك في احلامي بنادي عليك ضميني، لالي كنت مش عايش ومستنيك تحيني. عشيني وعشيني وكده بقى. ايه اللي انت عملته ده؟ والله ما اعرف، اقسم بالله نسيت الاغنيه الاصليه. أيوة يعني طبعا. يعني انا يعني طبعا لحد ما وصلت وحشتيني. والله انا اسف بتاسف طبعا للهضبه وعمرو دياب، وبتاسف على كل القائمين على العمل الفني الراقي ده، على اللي حصل في العمل الفني. اشترك في باقات واتشة الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه تبدا من 150 جنيه.